ده تنظيف دلوقتي سين. سين. واحد صيني عايز سمك كشر؟ لا بنضف له التنظيف بتاعه. بتنضف ايوه سمكة الكشر؟ بيجي سويس عندنا قاعدين هنا هنا في المشاريع بتاعتنا. الصينيين؟ بيجوا هنا يتسوقوا. ايه اكتر انواع السمك اللي بيحبوها الصينيين؟ السمك الحمراء. السمكة الحمراء؟ هي دي تعتبر السمك الحمراء؟ لا بس هم قالوا بيحبوا الكشر. وبيعملوه ايه يعني؟ طريقة اكلهم فيه ايه؟ دي تنظيف سمكة الكشر واعدادها للطبخ. ده هو بيسيب الديل؟ بيسيب الديل. وبيحب يسيب الديل سليمة كده. هو قال لك يعني هو قال لك على الحاجات اللي هو عايزها. وبيسويها صحيحة كده زي ما هي. بيسيب الديل والراس وتنضف بس بطنها. بطنها دي في منها اوزان قد ايه السمكة دي؟ والله بيوصل اوزانها ل 15 و30 كيلو. الطعم بقى الكبيره احسن ولا الصغيره؟ والله السمكه لما تكون طازه اهم حاجه تكون نظيفه. الطازه اهم حاجه. وده ايه بيبص بينضف برده ايه ده؟ حريت. حريت؟ ومصر بيسموه بغبغان. هو ده بقى البغبغان. انا كنت مصوره. ده شوفه كبير قوي. ده شوفه مختلف عن السمك العادي. بص قشره. القشر يعني انا اسفه. القشر بتاعه. ما شاء الله. طب دي بقى لما بتشيل قشرها اللون بتاعها. تسالي بقى الاب ايه اللي هتاكل كيف هتعملها ايه بقى؟ الحريت بتعملي ايه في الاكل؟ ده سمك الحريت بقى بتعملوه؟ تبع مين؟ السلام عليكم. كل سنه وحضرتك طيبه. رمضان كريم عليك ان شاء الله. بألف هنا وشفا على السمك اللي بتعمليه ده. جربتي الحريت ده قبل كده في الاكل؟ طعمه ايه؟ زي العسل. والله طعمه حلو؟ انا صراحه ما جربتوش. ثواني عادي. انت بقى بتنضفيه عشان تعملي ايه؟ القلي وانا مصوره. يعني ده حلو في القلي وفي الصينيه؟ انما الشوي ده. الشوي مش مشويش. والله يعني تنصحيني اجربه الحريق ده؟ والله حضرتك بتاع علي السويس؟ طيبه وبألف هنا وشفا. الله يخليكي واحنا بنشكر حضرتك جدا. سنه طيبه. بتعمل شوربه. اهي بس ما شاء الله شكلها حلو جدا. ده بعد لما نغسل خلاص دي جاهزه للقلي وللطواجن صح كده؟ لا مش بتبقى حلوه طبعا. هي مجرباها انت في الفرن علي الكلام ده كله لكن مش حلوه في الشوي. انت جايبه كيلو كام بقى؟ جايبه كيلو كام؟ ايه على حسب يعني؟ على حسب. انت جايبه بكام؟ حلوه جايبه كيلو ب40 هي. بسم الله ما شاء الله ب1000. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.